إقليم كردستان العراق يبدأ ضخ النفط من حقول كركوك عبر منشآت خاضعة لحكومة الإقليم. خلال معرض فارم برا الجوي، صفقات طائرات إيرباص وبوينغ تقترب من 100 مليار دولار. بريطانيا تخطط لإنشاء ميناء فضائي تأمل أن يتم استخدامه في إطلاق الأقمار الصناعية وشحن البضائع خارج الغلاف الجوي. لقاء يتجدد مشاهدينا الكرام مع جولة السوق، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل هذه الجولة. قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي إن إقليم كردستان العراق بدأ ضخ النفط من حقول كركوك التي كانت تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد عبر المنشآت الخاضعة لحكومة الإقليم. وأضاف المسؤول أن الإقليم الكردي بدأ ضخ الخام من كركوك إلى خورملة باستخدام وصلة قائمة، مقدرا الكميات التي يتم ضخها بنحو 20 إلى 25 ألف برميل يوميا. وسيطرت قوات كردية على منشآت الإنتاج في حقلي نفط شمالي العراق، وقاموا باستبدال العمال بآخرين أكراد. أكدت الاتحاد للطيران زوال آخر العقبات أمام استحواذها على 49% من أسهم شركة أليتاليا، وأنها تتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الشهر الحالي. وقالت الشركة الإماراتية إن الناقلة الإيطالية ستتمكن بعد خفض حجمها من مواجهة المنافسة القوية من قبل الشركات الأخرى، وتعطل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بسبب المفاوضات حول خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة ديون أليتاليا، وهو ما وضعته الاتحاد لإبرام اتفاق مشترك. بعد جولات عدة من الأخذ والرد، من المتوقع أن تشهد نهاية هذا الشهر إتمام الاتفاق بين الاتحاد للطيران والناقلة المتعثرة أليتاليا. وعلى إثر وصوله إلى روما لمتابعة المرحلة الأخيرة من المفاوضات المستمرة منذ ديسمبر كانون الأول، أكد جيمس هوغن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد أن الناقلة الإيطالية ستتمكن وهي أصغر حجماً من منافسة أفضل الشركات في أوروبا، لكن خفض الوظائف وغيره من التضحيات أمر ضروري لكي تتحقق الأرباح. بنية صادقة الفريقان في طريقهما الآن للالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وإذا احتجنا مزيدا من الوقت فإن ذلك متاح أيضا. وتقضي الصفقة باستحواذ الاتحاد الإماراتي على حصة 49% من شركة الطيران الإيطالية، وهو الاتفاق الذي ينتظر أن يوفر لإيطاليا الأموال اللازمة للاستثمار في خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تركز على الرحلات الطويلة. لدي تكليف واضح من مجلس الإدارة بقواعد معينة للعمل، خاصة التأكيد على الرغبة في علاقة طويلة الأمد، لذا على الطرفين ضمان التعامل بكل وضوح وشفافية، والمهم تلبية المتطلبات التي سبق وتم طرحها. كانت أحدث بنود الاتفاق تتمثل في إلغاء أكثر من 2200 وظيفة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ديون أليتاليا كشرط سابق وضعته الاتحاد، وهو ما تسبب في تأخر التوصل إلى اتفاق مشترك عدة مرات. ولم تحقق أليتاليا أرباحا سنوية سوى مرات قليلة طوال تاريخها البالغ 68 عاما، ما جعلها تتلقى معونات حكومية بانتظام إلى أن تمت خصخصتها في عام 2008. ورغم ذلك أمدتها الحكومة الإيطالية العام الماضي بحزمة إنقاذ أخرى قيمتها 680 مليون دولار. اختتمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص مشاركتها بمعرض فارنبره الجوي هذا الأسبوع، حيث فازت بطلبيات والتزامات إجمالية لعدد 496 طائرة، منها 121 من الطراز A330 نيو. وتصدرت بوينغ الأمريكية سباق الطلبيات بحصولها على 649 طلبية، معظمها للطراز 777 X9، لتفوق طلبيات المعرض الذي يقام كل عامين حصيلة معرض 2012. فيما يظهر طلبا قويا على شراء الطائرات الجديدة، اقتربت صفقات طائرات إيرباص وبوينغ من 100 مليار دولار خلال المعرض الجوي فارنبراه.
كانت تحذيرات الأرباح التي صدرت في الفترة الأخيرة عن شركات مثل لوفتهانزا وإير فرانس أثارت بواعث قلق من تباطؤ حاد في الطلب على الطائرات الجديدة، بل وإلغاء طلبيات في ظل دفتر طلبيات متخم بالفعل للشركتين المتنافستين. لكن الخطوط الجوية القطرية أكدت طلبية قيمتها 19 مليار دولار لعدد 50 طائرة بوينغ 777 9 إكس، وأضافت خيارات لشراء 50 طائرة أخرى، مما قد يضاعف حجم الصفقة. كما تتردد أنباء عن شراء طيران الإمارات ما بين 60 و80 طائرة إضافية من نوع إيرباص A380 بشرط تزويد الطائرة العملاقة بمحركات جديدة موفرة في استهلاك الوقود بحلول 2020. وبلغت بومبارديي الكندية مستوى 500 طائرة لطرازيها Q400 والفئة C مع إعلانها عن 3 عقود جديدة لـ20 طائرة. وفازت إيرباص بطلبيات والتزامات قيمتها حوالي 60 مليار دولار خلال المعرض الذي شهد إطلاق الطائرة مزدوجة الممر A330 نيو، وهي نموذج من الفئة A330 واسعة الانتشار، مزود بمحرك جديد وأكثر توفيرا في استهلاك الوقود. وتصدرت بوينغ سباق الطلبيات قبل انطلاق المعرض بحصولها على 649 طلبية صافية حتى 8 يوليو/تموز مقابل 290 طلبية لإيرباص. نجح المؤشر العام لسوق دبي في تسجيل ارتفاعه 6 على التوالي ليصعد بنسبة 0.93% متجاهلا إيقاف التداول على سهم أرابتك. وأعلن وقف التداول على سهم أرابتك لحين أعلن وقف التداول على أسهم أرابتك لحين ورود إيضاحات من الشركة بشأن التقارير الإعلامية المنشورة حول حصص الشركاء الاستراتيجيين، وذلك حسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع. أما سوق أبو ظبي فتوجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع في حين مالت تعاملات الأفراد إلى الشراء. ارتفع مؤشر سوق العاصمة بنسبة 0.96%. وفي الدوحة واصل مؤشر البورصة القطرية مسيرة صعوده ليرتفع بنسبة 0.84% بفضل نتائج نصف السنوية الجيدة للشركات. كما كانت أسهم العقارات والخدمات والصناعات والاتصالات المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشر، في حين أغلق السوق السعودي على خسارة بنسبة 0.25%. ارتفعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي بعدما نجحت في تعويض خسائرها المبكرة بدعم من الصعود شبه الجماعي للأسهم القيادية. وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 مرتفعا بنسبة 52%، محققا أعلى مستوياته في 4 أسابيع. فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 34%. وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ليربح ما قيمته 32%. ودعمت مشتريات الأجانب والعرب صعود السوق بعد أن حقق صافي شرائي بنحو 42 مليون جنيه و 28 مليون جنيه على الترتيب، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 590 مليون جنيه. يشهد الاقتصاد البرازيلي مؤخرا حالة من النمو المتباطئ بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية، ومع حاجة البلاد إلى تدفق النقد الأجنبي لإنجاز مشروعات أساسية لديها، لا يبدو أن إجراءات التحفيز الحكومية قد آتت ثمارها بعد. ورغم ذلك لم يكن تأثر قطاعات الأعمال المختلفة بهذه الأوضاع متشابها. رغم ما تمثله البلاد من مرتكز رئيسي داخل مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة، ما زالت إدارة مشروع صغير في البرازيل تكتنفها صعوبات جمة. شركة المنسوجات هذه اعتدت أن توظف 17 عاملة، أما الآن فقد أصبحنا 5 فحسب. استثمرت في هذا المشروع لأنتقل إلى مكان أكبر على أمل تحسن الأوضاع. الأمور هنا تتغير سريعا جدا، وليس أمامي سوى الاستمرار.
بدأت جيزيلا عملها منذ نحو 10 سنوات، إذ تقوم بتوريد الملابس إلى تجار تجزئة محليين. إلا أن التوسع المضطرد الحادث حاليا في البلاد أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة، بينما تقل أسعار المنتجات الواردة من خارج البلاد. ويعد اقتصاد البرازيل واحدا من بين أمثلة التناقض، إذ تجد على الطرف الآخر شركات متعددة الجنسيات لا تعاني شيئا مما سبق. أحد هذه النماذج لويس فيتون الذي يمتلك العلامة التجارية سيفورا لمستحضرات التجميل، ومع أنه افتتح متجره الأول هنا منذ 2 عامين، لديه الآن 12 فرعا، حيث يتوقع أن تصبح البرازيل من بين أفضل 10 أسواق بالنسبة له بحلول عام 2017. أما شركة AIG الأمريكية للتأمين فتتوقع هي الأخرى أن تزيد عائداتها لهذا العام بنسبة 40%. إنها الطبقة الوسطى التي تدفع الأموال للحصول على الخدمات التأمينية، وفي بلد تتسع عبره هذه الطبقة ينتظر أن تنمو اقتصاديات التأمين أسرع من القطاعات الأخرى بالاقتصاد الكلي. وخلال الربع الأول من هذا العام لم ينمو إجمالي الناتج المحلي للبرازيل سوى بنسبة 0.2% مقارنة ب 7.5% عام 2010، في حين ما زالت البلاد بحاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمطارات وغيرها. ورغم إجراء الإصلاحات التحفيزية اللازمة، بلغ الاستثمار الأجنبي نحو 40 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان، وهو ما لم يصل بعد إلى مستويات الاستثمار العالية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية. تطلق بريطانيا أول ميناء فضاء في العالم خارج الولايات المتحدة لاستقبال سياح الفضاء في عام 2018، ووضعت الحكومة 8 مواقع محتملة للميناء، موقع في ويلز وآخر في إنجلترا و6 مواقع في اسكتلندا. وحتى هذه اللحظة تعمد بريطانيا إلى إطلاق صواريخ من أستراليا عوضا عن بناء منشآتها الخاصة. فيما يعد تصعيدا لوتيرة التسابق التجاري، تخطط الحكومة البريطانية لإنشاء ميناء فضائي تأمل من خلاله أن تقصده الشركات المتخصصة في رحلات الفضاء السياحية. وتعتقد بريطانيا أن بإمكانها إنشاء هذا الميناء خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن يتم استخدامه في إطلاق الأقمار الصناعية أو شحن البضائع خارج الغلاف الجوي للأرض. لدينا بالفعل قصة نجاح في مجال الفضاء هنا في بريطانيا. البيانات الحديثة تقول إنه يسهم ب11.3 مليار جنيه استرليني بالنسبة للاقتصاد البريطاني، وما زال أمامنا العديد من الفرص للاستمرار. وتبحث الحكومة عن 8 مواقع محتملة لإقامة هذا الميناء الفضائي، 6 منها في اسكتلندا. لدينا شركات في بريطانيا يمكنها إجراء أعمال التصميم والتصنيع وخدمات التكنولوجيا بالنسبة للأقمار الصناعية الصغيرة، وربما نكون الدولة الرائدة والأولى في هذا المجال خارج الولايات المتحدة، ونحن نعمل على تعزيز ذلك. كما أعربت الحكومة البريطانية عن هدفها الطموح بالسيطرة على 10% من قطاع الفضاء العالمي بحلول عام 2030، لزيادة قيمة الصناعة في البلاد ب4 أضعاف، لتصل إلى ما يقارب 40 مليار جنيه استرليني سنويا. قد يكون لنا الحظ في يوم ما أن نصعد في رحلة إلى الفضاء. وهذه جولتنا متواصلة في السوق وفيها نتابع. بلغاريا تتوسع في صناعة زيت اللافندر متفوقة على فرنسا موطن صناعة العطور في العالم. الهدف هو الوصول إليكم، كلمات مباشرة وموضوعية الحديث فيها عن كرة القدم الساحرة المستديرة ورياضات أخرى، أولمبية، بارالمبية، لدول الاحتياجات الخاصة. الحديث أبدا لن يكون على نطاق محلي ضيق، بل سيكون عربيا ودوليا. إيمانا من هنا من الغد العربي أن وحدة الصف من كمال الوجود. الهدف في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد في السوق، وإلى جولة في أسواق المال الأوروبية وأصداء العقوبات الجديدة على روسيا بصحبة محمود فودة. انخفضت الأسهم الأوروبية بعدما حققت أفضل مكاسب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وتأثرت الأسهم بنتائج متفاوتة للشركات بالتزامن مع مخاوف بشأن تجدد الصراع في أوكرانيا بعد عقوبات جديدة على موسكو. وشملت العقوبات مصرف غازبروم وشركة روز نفط النفطية وبنوكا وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية، كما طالت عددا من كبار المسؤولين. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا لتستهدف الشركات التي تساعد في تقويض سيادة أوكرانيا، ووضع قائمة أولى بالشركات والأشخاص لتجميد أصولهم بحلول نهاية يوليو تموز الجاري. وهبط سهم بنك رايفايزن النمساوي 2% بفعل ارتباطاته الكبيرة مع السوق الروسية. وانخفضت أسهم نوفارتيس السويسرية للأدوية 1.4% بعد أن جاءت مبيعات الربع الثاني دون التوقعات قليلا. كما نزل سهم شركة أنجلو أمريكان للتعدين المدرجة في بريطانيا رغم الإعلان عن ارتفاع إنتاج خام الحديد والنحاس في النصف الأول من العام. ونزل مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.6%، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنفس النسبة، فيما نزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%، وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنحو 0.4%. من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون بيانات التضخم بالاقتصاد الأوروبي عن شهر يونيو حزيران، وبيانات عن قطاع الإسكان والصناعة في الولايات المتحدة لقياس مدى تحسن نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم. إلى ذلك تحدد سعر الذهب في لندن عند 1300 دولارين و75 سنتا للأوقية، صعودا من 1300 دولار و1 في جلسة القطع السابقة، واستقبال على الشراء بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة، لكن المعدن النفيس ما زال قرب أقل مستوى في 4 أسابيع لمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع. من السوق الأوروبية إلى الأسهم الأسيوية، إذ ارتفعت الأسهم الأسيوية في رابع جلسات الأسبوع مواصلة تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي، وقاد الارتفاع شركات التعدين في حين تراجعت شركات التكنولوجيا. ففي اليابان ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 0.1%، وفي كوريا الجنوبية صعد مؤشر كوسبي بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 0.4%. وارتفع سهم بي اتش بي بيلتون الأسترالي أكبر شركة تعدين بالعالم بنسبة 1.5%، وارتفع سهم مجموعة فورسكو للمعادن بنسبة 2%، مع ارتفاع أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع. زيت اللافندر هو أحد الزيوت العطرية المعروفة بفوائدها الجمة والتي تدخل في صناعة مستحضرات التجميل. وبلغاريا تشهد توسعا كبيرا في زراعة اللافندر واستخلاص زيته، حتى إنها تفوقت على فرنسا صاحبة الريادة في هذا المجال. يمتد البساط من اللافندر الطبيعي على مساحة 100 هكتار، أي ما يعادل 250 فدنا، في شركة إنيو بونشاف المنتجة للزيت عند سفح جبال البلقان في بلغاريا. إنه وقت الظهيرة، ويقوم العشرات من العمال بقطف أزهار اللافندر من الحقول الأرجوانية في درجة حرارة 37.8 درجة مئوية، وعندها يصبح تركيز زيت الزهور في ذروته، ويمكن للعمال المهرة التقاط ما يصل إلى 300 كيلوغرام من الأزهار يومياً. وعندها يصبح تركيز زيت الزهرة في ذروته، ويمكن للعمال المهرة التقاط ما يصل إلى 300 كيلوغرام من الأزهار يوميا. وعلى الرغم من البيئة الجميلة، فإن العمل في الحقول مهمة شاقة، على حد قول إحدى العاملات. في كل صيف أعمل هنا في الحقل إلى جانب والدي، فلا يمكنني العثور على أي وظيفة أخرى، وأنا عاطلة عن العمل لبقية العام، فأعمل في الصيف وأتوقف عن العمل في فصل الشتاء.
وفي غضون 24 ساعة تعبأ الأكياس بثلاث اللافندر ويتم إرسالها إلى مصنع تقطير قريب، حيث يقوم العمال بسحقها بأقدامهم قبل أن يتم استخراج الزيت الثمين في عملية التقطير بالبخار. وتوسع المزارعون البلغار في إنتاجهم من زيت اللافندر، متجاوزين بذلك فرنسا صاحبة الريادة التقليدية في إنتاج هذا العنصر المهم في مستحضرات التجميل. وتضاعف بلغاريا إنتاجها من زيت اللافندر الأساسي من 60 طنا متريا في عام 2011 إلى 220 طنا متريا هذا العام. وبلغاريا هي أفقر دول الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدل البطالة، لكن عناصر أخرى من بينها العشرات من المزارعين المهرة والمناخ الملائم والحقول البكر تقدم مزيجا واعدا لمنتجي الزيت الأساسيين. ووفقا لشركة إنيو بونشاف، يقوم المنتجون البلغار بتصدير ثلثي إنتاجهم سنويا من زيت اللافندر للمنتجين الفرنسيين، ومن بين المشترين الآخرين ألمانيا والولايات المتحدة واليابان. منذ نحو 125 عاما ينتشر في مومباي الهندية نظام خاص لتوصيل وجبات الغداء الساخنة من بيوت الموظفين إلى مقار أعمالهم، وعلى مدى هذه السنوات تم تطوير الخدمة إلى أن أصبحت تعتمد على آلاف العمال. ومع أن هؤلاء العمال يكونون في الغالب شبه أميين، إلا أن نسبة الخطأ في تنفيذ مهامهم ربما تكون منعدمة. مومباي الهندية، حيث يكابد العمال في طريقهم جراء الزحام الشديد في وسائل المواصلات والتدافع الذي لا يهدأ. رحلة الوصول إلى العمل في مومباي مضنية وعسيرة، لكنه عندما يحين وقت الغداء يحصل المسافرون إلى وظائفهم على المكافأة التي تتمثل في وجبة ساخنة طازجة مطهوة في المنزل. علب الغداء المعروفة باسم دابس يقوم على تسليمها واحد من بين آلاف العاملين في النظام المسمى دابا والاس لتوصيل الوجبات، والذي ينتشر في شتى أنحاء مومباي منذ عقود. أعتمد على هذا النظام منذ نحو 40 عاما. زوجي لا يستسيغ طعاما خارجيا، لذا أطهو له الطعام وأبعث به إلى مقر عمله كل يوم. هناك نحو 5000 عامل يقومون بتوصيل الوجبات من البيوت إلى مقر العمل، تتراوح تكلفة الخدمة بين 10 و16 دولارا شهريا حسب المسافة بين نقطتي التوصيل. الخدمة بدأت منذ نحو 125 عاما، حينما عين مصرفي أحد الصبية ليحضر له صندوق الطعام ساخنا وطازجا تماما قبيل وقت الغداء مباشرة، وذلك من البيت إلى مقر البنك. منذ إذ تم تطوير الخدمة وتوسيع نطاقها، وهي الآن تقدم سيرا على الأقدام في حالة الرحلات القصيرة أو الاعتماد على شبكة القطارات المحلية رغم ازدحامها الدائم خاصة في أوقات الذروة، لكنها مع ذلك تظل أسرع وأرخص وسيلة نقل. إذا كان هناك خطأ ما نتواصل هاتفيا مع عملائنا للتأكد من جميع البيانات، ومن ثم نقوم بتصحيح هذا الخطأ. هذا النظام الهندي الخالص تمت دراسته في جامعة هارفارد مؤخرا لفعاليته العالية وكفاءته ونجاحه في توصيل نحو 200 ألف وجبة غداء يوميا دون هامش للخطأ تقريبا، رغم اعتماده على آلاف من العمال الذين لم ينالوا قسطا وافيا من التعليم وبعضهم أميون. على أي حال، الطعام المنزلي الساخن والطازج يستحق هذه المخاطرة. نبقى في الهند. يخطط مهندس كهربائي للقيام برحلة طويلة تأخذه إلى 10 دول وصولا إلى العاصمة البريطانية لندن على متن عربة ريكشو تقليدية أو توك توك، لكنه يعمل بالطاقة الشمسية وليس بالديزل للترويج لفكرة البيئة النظيفة. صمم مهندس كهربائي هندي توك توك يعمل بالطاقة الشمسية، ويخطط أن يحمله من وطنه إلى لندن لرفع مستوى الوعي حيال السفر الصديق للبيئة. وقد أمضى نافين ربلي عامين في تعديل توك توك المستعمل منذ تركه وظيفته في شركة ريفا التابعة لشركة صناعة السيارات الهندية ماهندرا. وعربات التوك توك المزودة بمحركات هي عربات شائعة الاستخدام في الهند باعتبارها شكلا من أشكال سيارات الأجرة، لكن ربلي زوده بمحرك جديد وبطارية وصندوق تروس. وتوك توك ربلي لونه أحمر، أطلق عليه اسم تيجاس ويعني الروعة أو التألق، وأصبح بعيد الشبه بعربات التوك توك التقليدية ذات الثلاث عجلات
والتي تعمل بالديزل وتشاهد في كل مكان بالهند. ويستطيع توك توك حمل طن بالكامل، ويزن ضعف التوك توك العادي، ويتألف سطحه من الألواح الشمسية وستائر القماش التي تحمي جوانبه المفتوحة من العوامل الخارجية. 8 ساعات من شحن البطارية تحمل التوك توك إلى مسافة أقل من 50 ميلا، في حين أن تعرض تيجاس ل5 ساعات من أشعة الشمس سوف تدفعه إلى السير لمسافة 66 ميلا. وهناك العديد من محطات إعادة الشحن الكهربائي في الطريق إلى لندن، لكن رابلي قرر مغادرة الهند العام المقبل في رحلة طويلة تأخذه لمسافة 6000 ميل في طريقه إلى المملكة المتحدة مستفيدا من أشعة الشمس. بدأ الأمر عندما كنت أخطط للسفر من الهند إلى أوروبا، وكنت أبحث في مختلف الخيارات كيف يمكنني أن أذهب، ورأيته خيارا جيدا للغاية، وهو التوك توك الهندي، وهو لا يلوث الهواء وخالي من انبعاثات الغاز. وقد كلفه المشروع حوالي 6000 دولار، وهي كافة مدخراته. وقبل أن يغادر قال إنه يحتاج إلى جمع المزيد من الأموال لتعزيز الأرضيات المتهالكة للتوك توك وشراء بطارية ليثيوم تحل محل بطارية الرصاص الحمضية. ويقول رابلي إن مركبته توفر أموالا بالمقارنة بالتوك توك التقليدي، فهذا البديل الذي يعمل بالطاقة الشمسية ينتقل لمسافة 100 كيلومتر بأقل من $1، في حين أن التوك توك الذي يعمل بالديزل يتطلب حوالي $4 للذهاب لنفس المسافة. الطريق إلى لندن بالتوك توك هو نهاية أخبارنا في هذه الجولة، ونحن نودعكم على أمل اللقاء. نذكركم بأهم عناوينها: إقليم كردستان العراق يبدأ ضخ النفط من حقول كركوك عبر منشآت خاضعة لحكومة الإقليم. خلال معرض فارن برو الجوي، صفقات طائرات إيرباص وبوينغ تقترب من $100 مليار. بريطانيا تخطط لإنشاء ميناء فضائي تأمل أن يتم استخدامه في إطلاق الأقمار الصناعية وشحن البضائع خارج الغلاف الجوي.